مرحبا بكم متتبعي ومتتبعات مدونة فول أوف لايف. هذا الدرس الجديد الذي سنرى فيه طريقة ضبط علامات رؤوس مخصصة لبرامج الروبوت هيدر روبوتس تاجز. بطبيعة الحال هذه العلامات تسمح لنا بالتحكم فيما يجب أرشفته من قبل آلية البحث وما لا يجب أرشفته. وللقيام بهذه الخيارات سنذهب لإعدادات ثم تفضيلات البحث. هنا لدينا علامات رؤوس مخصصة لبرامج الروبوت تحرير. بطبيعة الحال تنقرون على نعم هنا تشاهدون. فبالنسبة للصفحة الرئيسية ستنقرون تختارون الكل all ثم node db تشاهدون. ثم بالنسبة لصفحة الأرشيف no index node db. صفحة الأرشيف لا يجب أن تظهر على محركة البحث. لماذا؟ لأنها تسبب مشكل وجود نفس الرابط لمرتين. فمثلا إذا يكون لديك رابط على الصفحة الرئيسية تتم أرشفته، ثم يكون هناك نفس الرابط في الأرشيف وتتم إذا تمت أرشفته، فهذا قد يسبب مشكل، لأن جوجل يعتقد أن هناك يعني محتوى متشابه متكرر لمرتين، يعني تكرر المحتوى. ثم هنا بالنسبة للمشاركات نفس الشيء all and no dp. هذه هي الإعدادات الخاصة علامات رؤوس مخصصة لبرمجة الروبوت. فقلنا الصفحة الرئيسية all، يعني أريد أن يتم أرشف الجميع الروابط التي يتم إيجادها على الصفحة الرئيسية. node db تعني لا أريد أن يتم أخذ أي معلومات من مواقع الأرشفة مثل موز directory، يعني المعلومات التي يجب أخذها يجب أن تكون من المدونة فقط. نفس الشيء هنا ونفس الشيء هنا. إذن كما تشاهدون هنا الصفحة الرئيسية all نود دي بي، صفحات الأرشيف والبحث نو أندكس نود دي بي، الافتراضي مشاركة الصفحات all نو دي بي، ثم نقوم بحفظ التغييرات. لا تنسوا كذلك تفعيل الوصف هنا كما تشاهدون العلامة الوصفية نعم، وتكتبون وصف خاص بالمدونة. عندما تقومون بتفعيل هذا الخيار فهذا يمكنكم من إضافة وصف للمشاركات. فلو دخلنا المشاركات وكتبنا مشاركة جديدة مثلا هنا كما تشاهدون هنا وصف البحث، يجب إضافة وصف دائما هنا كي يظهر في مواقع البحث، وهذا يشجع الزوار على النقر على رابط مدونتكم. فأتمنى أن يكون الدرس واضح، وإلى درس قادم.